هو البنت بيبقى نصيبها مقدر ومكتوب عند ربنا، ولا الدعاء بيغير قدرها، ولا انا معلش الصوت مش واضح، انا مش سامعاك بقولك عايزة كويس. أسأل حضرتك، هو البنت نصيبها مكتوب عند ربنا، ولا الدعاء بيغير القدر، ولا ربنا سبحانه وتعالى كاتب لها ان هي ده نصيبها تتجوز فلان الفلاني في الوقت الفلاني محدد؟ يعني سؤالك الجواز ده نصيب ولا ولا قدر قدر ولا ربنا اختيار؟ مقدره ومقدر في وقت معين. حاضر حاضر. طيب ثانية واحدة، بتسألي على التوقيت ولا بتسألي على اختيار الزوج؟ اختيار الزوج والتوقيت. الاتنين. طيب هنرد على حضرتك. حاضر يا ماما. طب ماشي، شكرا. ده سؤال مهم جدا، عايزين إجابة حضرتك يا شامل. شيخ أحمد. شامل. هو لا بد وأن يعتقد أنه ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون، وأن الله قدر كل شيء في هذا الكون، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طب الأمر بالنسبة للإنسان، الأمر لم يوكل إلى الإنسان على معنى أنه يخلق العمل ونحو ذلك. لا، الخلق هذا لله، إظهار من العدم، إبراز من العدم إلى الوجود. طب وكمان لم تسلب منه الإرادة، اللي هو زي الريشة في الهواء تروح يمين ولا شمال من غير أي إرادة. لا، كمان نفس الوقت الأمر ليس هكذا. فقالوا الإنسان مختار تحت مشيئة الله، الله أثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالأمر من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد اكتسابا، وعلى هذا يحاسب العبد. الله يا شيخ أحمد، أنا كانت في مقولة كده يعني بتأكد الكلام اللي حضرتك بتقوله، إن القدر سؤال، يعني جاي لها مثلا عريس ده سؤال، الاختيار بتاعه الإجابة في اختيار أسباب بالظبط، فالإجابة اختيار، لكن السؤال هو القدر. نعم. فهي دي الفروق، وتحت مشيئة الله. بلا شك. فازاي يقولوا ايه؟ العمل من العبد، العمل من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد اكتسابا. لذلك الله قال في آية، قال لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب كيف يجتمع الرمي وعدم الرمي في موضع واحد؟ لا، نفي وإثبات. وما رميت هذا نفي، قال وما رميت أي خلقا وإيجادا، أنت لم تخلق الفعل. إذ رميت يعني لم إذ اكتسبت الفعل. وما رميت أي خلقا وإيجادا، إذ رميت أي اكتسابا، ولكن الله رمى أي ولكن الله عز وجل هو خالق لفعل الرمي، هو خالق للرمي، وأنت اكتسبت الفعل يا رسول الله. وسبحان الله، دايما لما كنا بناخد ملف التربوي بتاع الأسرة وقلنا إن فكرة رب الأسرة ده نموذج كده لمعاني الألوهية ولله المثل الأعلى، فكرة إن الآباء بيربوا أولادهم بيخلوهم يختاروا بس تحت مناخ عام. هو نحن لا نستعمل هذا اللفظ يعني أكيد في طبعا حق الله. احنا نعم. طبعا أكيد، لكن احنا بنقرب الفكرة، فكرة نعم. ان في النهايه الطفل بيختار، انه هذا لكن انت تحت مسؤول منظومه. يعني انت بدي لك حريه، انت بتختار كذا وتختار كذا، ثم تعود الى الوالد، هو يصحح لك، يضبط لك الامر، هذا صواب وهذا